معي اتصال هاتفي مع الدكتور فيصل عوضي مدير إدارة شؤون الجنائز في بلدية الكويت. مسي عليك بالخير. حياك الله. طول عمرك دكتور. حياك الله. يمكن الفترة اللي طافت كانت نوعا ما هناك بعض الاشتراطات الصحية قلت يعني عن السابق. إذا نذكر في السابق المتوفي بكورونا كانت يعني تعامل أو يعامل الجثمان بشكل خصوصي أكثر. هل رجعنا إلى المربع الأول في التعامل مع الجنائز بنفس الاشتراطات الصحية القديمة؟ حياك الله. بداية نرحب فيك وفي ضيوفك وفي المستمعين والمشاهدين. بالنسبة حق الجنائز اللي تكلم عنها جنائز كورونا، احنا ولله الحمد ما ذكر الدكتور يعني جدا قليلة حاليا اللي هي الجنائز. صحيح. يعني جنازة وجنازتين خلال الشهر اللي فات كله ولله الحمد. ولكن مستمرين بنفس الاشتراطات، نفس ما كنا، ما نقول احنا مربع الاول، ولكن احنا نقول نفس الاشتراطات ماشيين عليها، والناس كلها يعني ما نقول متعوده، تعلمت او مشت متقبلة. على نفس المنوال او متقبله نفس الامور اللي كنا ماشيين عليها. صحيح. اذا عسى الله ان شاء الله يعني لا 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 يحزننا في احد وفقيد لهذا الفيروس. يمكن عليكم مسؤولية كبيرة في الفترة القادمة، دائما انتم تجهزون وتضعون تجهيزات يعني قبل لا يحدث اي شيء. حدثنا عن تجهيزاتكم في الفترة الأخيرة. احنا طبعا ما في شك، انا ما ازيد على كلام ضيوف كل اللي قالوا عن طبيعة العمل على مستوى الدولة كلها، ولكن احنا حريصين على تطبيق الاشتراطات اللي حددتها وزارة الصحة او حددها اقرارات مجلس الوزراء من بدايه كورونا الى يومنا هذا. من خلال الفتره اللي فاتت يعني طبقنا التباعد وطبقنا بعض الامور، نفس العزاء نزلنا الى الجمهور في تطبيق جنائز الكويت. فكانت جنائز الكويت عندنا التطبيق هذا ممكن الشخص يقدم فيه عزاء حق اهل الجنائز. هذا من باب التخفيف على اهل الجنائز، ومن باب الحضور، من باب عدم المصافحه. نقول يعني ماشيين بالامور هذه، الاشتراطات الصحيه كلها بما فيها موضوع العزاء. صحيح. جميل. كل شكر لك دكتور فيصل العواضي على هذه المداخله والايضاح، ونتمنى لك السلامه.